السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. بالنسبة لدبنير مينيت الخوت غادي نشوفوا لي دو برومي ديال لي فافوري. كاين سيدي 9 و14 وكاين الويت وكاين 13 وكاين الكنز، ويا غدا تال عند وين وون موند رقم 1. بالنسبة للإخوان الخيول اللي ما غاداش تلاقاو ولا عرفنا كيفاش تلعبوا معها، غادي نوصلوا ل... بالنسبة للخيول اللي ما غاتلاقاش الخوت، كاينة 3-4 وكاينة 7-8-9. إلا اختاريتو عاود واحد من تما ما عندنا ما نديرو بالأخرين، وكاينة 10-11 وكاينة 13-14-15 غيطلع لها واحد. الخيول اللي غتباطا بيناتها كاينة 8-9، إلا جا 9 غيسقط لينا 7-8، ولا جا 8 غيسقط لينا 7-9. كذلك 10-11 هادو غيكونوا في الأوتسايدر، غيقدر يبان فيهم شي واحد. 13 راه ضد 9 وال 14 ضد 9، فات اتونسيون إخوان من هاد اللعيبات هادو. يعني 9 الى جا راه يحيد لينا 13-14 ويحيد لينا 7-8، يحيد لنا 4 ديال الخيل. 9 ضد 7 والويت و 13 وال 14، اذا غطلع 9-15 3-9-4. الى عندنا 9 الى عندنا 9 الى عندنا الويت، ويت 13 اولا ويت 14، ويت 13 اولا ويت 14. إذن هنايا الإخوان إلى باص غيكونوا 4 ديال الخيل في لاباص، يعني عاود ما بين 3-4، عاود ما بين 7-8-9، عاود ما بين 10-11، عاود ما بين 13-14-15. السبعة راه ما كاينش الخوت، اللعب السبعة راه تنظن ما غادي، ما اللي لعب السبعة راه ما غاديش يدي شي حاجة. السبعة ما كاينش لأن داخل معاهم مع 8-9، يعني 8-9 اللي فيها الحي. إذن عاود من تما اللي عنده 9 راه غيدي عند الكنز، عاود ما بين 10-11 وعاود ما بين 3-4، وغادي يزيد الخيول اللي غتبقى. اذا شكون هما الخيول اللي غتبقى؟ كاين 12 اللي في النون سيتي، وكاين 6 وكاين 5 وكاين 6، 4 ديال الخيل اللي خارجين عندي. اذا الخوت اما ويت 13 ويت 13 3 ويت 13 4 ويت 13 3 10 ويت 13 3 11، يعني كتولي فيها بزاف ديال اللعبات. اذا الا بغيتي تمشي باتجاه واحد راه تمشي باتجاه واحد، كتولي 9-15 هي اللي كتكون بسوق. لا يعني هي اللي كتقرب لينا، مايبقاوش عندنا بزاف ديال اللعب. خصك تلعب ويت 13، تلعب ويت 14، تلعب ما بين 3-4، تلعب ما بين 10-11، يعني غيخرجوا لك واحد 10 ديال لي باص. اما بناف 15 كتكون 9-15 كيتسقط لك 13-14، كتسقط لك 7-8، ايوا كدير لها 9-15 10 9-15 11 3-4 واحد فيهم، وكتزيد معاهم اما 5 اما 6 اما 12 اما 16. هذا ما كان خوتي، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.